عارفين ايه ده؟ ده زي ده بالظبط. سيبكم بقى من الاتنين دول. عارفين ايه العلاقه بين سلك المواعين وتيل الفرامل؟ طيب هل صناعه المسامير ممكن تبقى محتوى ناجح على التيك توك؟ دي اسئله هنعرف اجابتها في الحلقه، وفي اسئله مش هنعرف اجابتها زي مثلا خلطه سلك اللحام. يلا بينا نشوف ايه الحوار ده. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. نصار جروب ابتدوا بورشة صغيرة، والنهاردة بقى عندهم مصنع للمسامير وصواميل وأسلاك لحام كمان، وبقى عندهم أكبر إنتاج في العالم لسلك المواعين، ده غير الستيل فايبر اللي كنت أول مرة أعرف هو إيه. الوالد سنة 72 تقريباً كان عامل ورشة صغيرة تحت البيت بتاعنا، تقريباً زي 50 متر كده، فيها حوالي مكانتين ثلاثة كده. توفى هو سنة 82، فأنا بقيت أشتغل شوية مع الدراسة لغاية سنة 85. اتقابلت مع الحاج فتحي اللي هو شريك دلوقتي، نفس الطابع ونفس كل حاجة. قال لي ما تتخرج هتشتغل ايه؟ قلت له ده أنا عندي ورشة صغيرة. قال لي طب خلاص احنا ايه نبدأ نشتغل مع بعض. واحدة واحدة كده بدأنا نعمل مصنع صغير. كان بداية أول مصنع. أول مصنع في 94 بالظبط. ده كان مكانه كان هنا ولا لا؟ كان في مكان طريق بطيء أليوب في حتة منطقة صناعية. أوكي. كبرنا المصنع ده شوية بشوية، جبنا مكنة في اتنين في تلاتة، ده كله كان بلدي. احنا كان حلمنا إن احنا نجيب مكنة سلك ألمونيا بس يكون مستوردة ألماني. احنا فعلا تعبنا جامد جدا لغاية لما احنا جبنا الفيزا عشان نسافر ألمانيا، واحنا عارفين المكان فين بالظبط، بس اللي احنا في الوقت ده ما كناش بنعرف نتكلم لغة، فكلمنا واحد يجي معانا عشان يترجم بس، عشان يترجم لنا. وفعلا اشترينا المكنة. المكنة لسه موجودة لحد دلوقتي؟ طبعا موجودة، اكيد دي لازم تبقى فيها. وهي كانت مكنة بتعمل ايه؟ بتعمل السلك الألماني اللي هو دوت. بس بتعمله بجودة عالية جدا. اوكي. وبدأنا بقى الانطلاقة ان احنا جبنا اول مكنة. الناس ما كانتش مصدقة ان احنا جبنا مكنة الماني. فعلا لما شافت اتعرض على السوق بقى في اقبال جامد علينا، ان كنا بنعمل جودة عالية جدا والسعر كان مناسب، فاضطرينا نجيب مكنة تانية. لكن في اخر السنة اللي احنا فيها ما كملش 10 اشهر ما شاء الله، فاشترينا بقى مصنع تاني سنة 98. بس احنا بقى كنا عايزين نجيب فيه بقى مكن سحب الماني برضه، لان كنا شغالين في الوقت ده كله بالسحب البلدي. ملقيناه كله مكن، اتعرفنا في السوق جامد جدا. تقريبا سنة 2006 بالظبط اشترينا المصنع ده، كان 10 فدادين ساعتها. ازاي بقى اتطورت ما شاء الله للمنتجات كلها اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ دي طبعا مش كلها، بس ده يعني جزء كبير من المنتجات اللي بتعملوها. بدأنا نشتغل في سلك اللحام دوت. خدنا وكالة من تركيا اسمها سكيناك، وخدنا أيضا وكالة بس كانت مشتركة مع أكثر من واحد هنا، جولدن بريتش من الصين. لما دخلنا على المصابين واستوردناها لانها ماشيه بطريقه غير عاديه، لان التاجر بيكسب في الطن 2000-3000 جنيه في الطن. احنا المصنع ما بيكسبش الكلام ده خالص، فاضطرينا ان احنا نعمل محلات تبيع منها المنتجات اللي انت بتعملها. محلات في كل الاماكن، عندنا في 6 اكتوبر، عندنا في العاشر، عندنا في السبتيه، مالينا الدنيا محلات على اساس ان ايه الناس تشتري. ده بدل ما هو ده بيبيع مثلا كيلو ب50 جنيه، لا احنا مثلا بيهم 45. تتحدى ان اكيد في اي منتج من طبعا عندكم؟ اتحدى ان اي بيت بيت لازم يكون في منتج نصار، اللي هو سلك المواعين، سلك اللحام، مسمار الدق، مسمار اللي هو الصلب دوت. لا انا السلك ده بصراحه انا مش قادر اشوفه غير ان انت بتولعه وتربطه. فاكر زمان وسريع الاشتعال فعلا. ايوه سريع الاشتعال يعني، هاخد شويه اولعهم بقى ان شاء الله. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي
حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. ده أكبر مسمار؟ ده أكبر مسمار. ده أصغر مسمار. وده أصغر مسمار. والاثنين بيعدوا بنفس المراحل بالظبط بالإنتاج. حضرتك بقى ممكن تقولهم لنا كده مراحل الإنتاج دي بالراحة؟ المسامير كلها بتبقى عائلات مختلفة. حلو. كل عيلة على حسب نوع المسمار، يعني المسمار ده أو ده اسمه إكس بوم. حلو. اللي هو المسمار المسدس. عشان راسه مسدس. عشان هنا الراس دي بتبقى مسدسة. إكسجن مسدس. ده بيبقى ليه مراحل معينة، ولو هو نوع تاني مسمار مراحل معينة، وده ده بالأخص بيمر الأول بمرحلة اسمها بوسفيتنج اللي بتنطب الحديد. حل. وبعد كده سوفنينج اللي هي بتبقى طري، وبعد كده التشكيل يعمل الدماغ والدم. حل. وبعد كده يتقوض وحط التريننج. كل ده بيبقى طري، الحديد بيبقى طري لحد تخلص كل ده. أنا طريته عشان أعرف أشتغل فيه. حل. وبعد كده بينزل لمرحلة بتاعت الصلادة اللي هي النو أو اللي موجود بتاع العملية دي. الصلادة دي هي سر المهنة. هي سر المهنة. طيب. احنا قعدنا حوالي سنتين، اول مسمار كنا صنعناه سنتين بننتجه غلط، نعمله ونرميه. طيب. نعمله ونرميه بالبور. سنتين تعملوا المسمار والانتاج كله بيترمي كله، لان محدش هيقول لك محدش هيقول لك النوع او اتقعدوا حتى من بره. حلو. وبعد ما التست بتاعته نجحت وقعدنا نجرب فيه والحمد لله نجحت، بقى سهل علينا بقى بقيه المسامير بالارض بتاعه والاتش ار سي بتاعه. حلو. الكلام ده. حلو. وبعديها مرحله الجلفنايزيشن. حلو. اللي احنا بنجلفله عشان يستحمل الحراره والحاجات اللي هي بتاعه الجو عامه. وبعد كده الفكت. يبقوا طالبين بقى دلوقتي انتوا ما شاء الله عندكم النوع بتاع كل المسامير والمعظمها يعني معظمها. المسامير دي عالم. فبتختلف الطلبيه من بلد لبلد، يعني ممكن بلد تطلب مقاسات معينه وبلد تانية تطلب حاجات تانية، وانت بتبقى مرن انك انت تقدر تحقق لهم اللي هم عاوزينه. كل حاجه هو بيطلب غلط وانت مفروض تميت السبيسيفيكيشن دي عشان هو اسهل حاجه يرجع له. تعمل اي اختبارات قبل ما تبقى عسل كله في معمل كبير هو اللي بيختبر. انا الاول بختبر. كل باتشه في معمل كبير جدا مجهزينه على اعلى مستوى للمسامير مبسطا، وهو بعد كده بيعملها عنده بيختبر كمان عينات. ولو فيها مشكله بيرجع الباتشه ودي تبقى مشكله. بشمهندس محمد، احنا دلوقتي في اكبر مصنع في مصر للنيوف المعدني، او زي ما احنا كلنا عارفينه يعني سلك المواعين، صح؟ هو مش اكبر مصنع في مصر، احنا اكبر انتاج في العالم في السلك المواعين. ما شاء الله، يعني احنا دلوقتي في اكبر انتاج في العالم. اكبر انتاج في العالم كله للسلك المواعين. ممكن في اليوم الواحد نعمل 160 طن في ما شاء اليوم. الله. بنصدره الصين. حلو. وده صعب جدا ان انت تصدر حاجه للصين. اوكي. صدره لالمانيا وتصدره لامريكا. ده بنعمل منه باودر بيبقى لتير الفرامل كده. حلو. باودر معين. يعني بعد ما بتعمل السلك المعين بيتطحن. اخده افرومه بجريدز معينه. بيبقى باودر ياخدوه بره. امريكا والمانيا ودول اوروبيه كتير يعملوا منه كتير الفرامل. حلو قوي. طب انا شايف ان في مكنه بيبقى السلك ناعم شويه والتانيه دي بيبقى خشن، ايه يعني ده بيستخدم فيه وده بيستخدم فيه؟ كل حاجه ليها الجريد بتاعها، فدي اللي بيخلف الدرجه بتاعت الشعرايه نفسها. بس احنا بالنسبه لنا لما بنستخدمه سلك المواعين هو الناعم احنا اللي بنستخدمه، صح؟ المحلي بيستخدم هو الناعم بس. طب هل في حد بياخد منك الناعم ده بيصنعه؟ انا دلوقتي بقيت اشوف زيه كده حاجات متصنعه. بيبقى كور صغيره كده ومعموله حاجات معينه واشكال مختلفه. في برضه هنا قسم تاني بيعملها حاجات للسوبر ماركت وبيحط جواها كمان صابون. حلو قوي. هو بيبقى مثلا ممكن مورد تاني ياخده مني. وبرضه بيبقى الدول العربيه بتعمل نفس الكلام ويصنعه هو للحاجات. يصنعه هو حاجات صغيره يحطوا بيه صابون. دلوقتي المكنه دي انا شفت ان هي بيدخل لها سلك زي بالظبط بتاع المواسير الحديد. سلك عادي مدور عادي خالص. ازاي بيقعد بقى يتشرح كده زي ما انت قلت لي المكنه دي ويطلع من الناحيه الثانيه سلك معين؟ هو بيبقى سلك مدور عادي قطر 3 مللي. حلو. بيلف في المكنه كذا مره حوالي 63 مره. وبسكاكين بتقطعه. والسكاكين بتبشره على الجريد اللي انت عايزها المعينه. حلو. فيحصل له الماشنج ده ويمشوا مع بعض كلهم يتعمل اللفه اللي حضرتك شايفها عادي بتاعت سلك المواعين. حلو قوي. المصنع بقى كله انت قلت لي تقريبا بيعمل كام طن في اليوم حديد؟ كله؟
يعني ممكن المصنع كله بينتج له ممكن 700 طن منتجات مختلفه ما شاء الله. لو المصنع اللي احنا فيه المجمع في اليوم حديد. 700 في اليوم. حلو. لو حبينا نقول عدد للمسامير ممكن يبقى حوالي 20 مليون مسمار في اليوم. 20 مليون مسمار في اليوم. في اليوم ما شاء الله. مصنع الستيل فايبر. تمام. فممكن تقول لي ازاي بنصنعه او خطوات تصنيعه الاول وبعدين عندي سنه ثانيه فيه؟ احنا ببساطه الستيل فايبر دوت هو عباره عن اسلاك بتيجي عن طريق واير رود بتبقى اكتر من نوع زي كورجيتد ستيل فايبرز بيبقى في منها راوند ستيل فايبرز في منها كذا نوع على حسب التوصيف اللي هيشغل بيشتغل بيه المهندس. حلو. باختصار بسيط ممكن نقول ان الستيل فايبرز ده ادانا ثلاث مميزات. احنا بنستخدمه في الخرسانات واحنا بنبني. اول حاجه بيقلل معايا التكلفه بنسبه 75% لان انا بستبدله بالحديد والاسياب. أيوة. بيديني هاردنس اقوى للارض نفسها ما بقاش فيها التشققات اللي احنا ممكن نشوفها في اي حاجه او اي ارضيه ممكن يكون فيها تسليع. ده المميزات اللي احنا اكتسبناها. طب هو في قصه اصلا حوالين ان ازاي بدا نستخدمه هنا صح؟ بالظبط كده. هو الفكره كلها ان المنتج نفسه بيعوز مواصفات معينه علشان نقدر ان احنا ننفذه هنا. فبالتالي المنتج هنا في مصر الناس مش ماشيه مع التطور السريع زي ما بيحصل بره. فبالتالي دي مثلا دي وكاله توينتج ده وكيل في اوروبا. احنا بنورد لاوروبا والامريكا ومؤخرا بقى كل الدول العربيه اللي جنبنا ان ابتدوا يتفتحوا في المجال بتاع البنى. فقدرنا ان احنا الحمد لله اول ما بتاعنا المشروع قدرنا ان احنا نصدر ودلوقتي بنصدر بنسبه ممكن 80% المنتج دوت. فبالتالي ساعدنا كتير. وفي الاول كان في بعض المنافسات ان احنا نقدر ان احنا نخترق السوق ده بس الحمد لله في الاخر بالكواليتي وبالدراسات اللي احنا عملناها قدرنا ان احنا نتغلب على ده. حلو. الكرتونه دي عليها من ناحيه نصار جروب طبعا صح؟ بالظبط كده. الناحيه الثانيه ده الوكيل في وكلاء اساسيين وهم واخدين مننا وكالات في بعض البلاد. وفي بعض العمال اللي هم ممكن يطلبوا كرتونه بنبعت عليها التصنيف او اللوجو بتاعنا بس. طب انتوا بتنتجوا منه قد ايه في اليوم تقريبا؟ بننتج يوميا حوالي 100 طن ودي رقم مهول جدا طبعا. والحمد لله قادرين ان احنا نستغل دوت كله في التصدير. باشمهندسة رانيا حضرتك المسؤولة عن مصنع سياخ النحاس. تمام. طيب ممكن تقول لنا الرحلة بقى بتاعت السيخ ده من البداية لحد ما بنوصل للمنتج النهائي؟ السلكية دي عبارة عن بودرة وسيخ. حلو. فاحنا الأول البودرة دي عبارة عن المنطقة اللي هي الخط القطر دي فبنعمل خلطة. الخلطة دي بتتقلب بتبقى دراي ميكس اللي هو بودرة جافتة. حلو. وبعدين بناخد السلك ده بيبقى سكولات بنبتدي ان احنا نقطعه على طول السلك اللي انا عايزاه. حلو. وابتدي الاثنين يروح في مكنه الانتاج اللي هي مكنه البصل اللي هي بتاخد السلك مع العجينه ويبتدي يطلع تفرشه بالنسبه معينه بيطلع سلك ويترص على صواني. الصواني دي بتخش فرن تانل. الفرن ده بياخد 25-26 عربيه. حلو. وابتدي يطلع وابتدي بقى يخش في التعبيه اللي هو المنطقه اللي احنا واقفين فيها. طب وبيقعد قد ايه في الفرن؟ يعني ممكن من بدايه الفرن احنا قلنا ربع ساعه بنطلع واحد. كل ربع ساعه بتخش واحد. بالظبط. هو مشوار بياخد 25 عربيه كل ربع ساعه بيخرب عربيه. اخر حاجه بس كان في ارقام كده بتبقى على كل سيخ من دول. تمام. ده بيفرق ايه الماده اللي انت يعني خلطات نوع الخلطات ونوع الحديد اللي انت بتبقى عايزه تنتجيه هو ده اللي بيحدد تستخدمينه ايه؟ بالظبط بالظبط. اوكي. طيب هو في خلطه كده وانا داخل في الاول كده في شكاير وفي سر ده العنبر السر بتاعك. يعني ده العنبر اللي محدش بيبص. تمام. طيب ده ايه بقى محدش خالص هنعرف ايه اللي بيحصل جوه؟ ده بيجي خلطه. طب قول لنا بالراحه يعني مش لازم الخلطه نفسها بس يعني ايه اللي بيحصل هناك؟ هو ما ينفعش ده بيحصل هناك. هي انواع خلطات بتقلب في بعض تعمل خلطه العجينه. يعني السر ده احنا مصر عشان النوها ودي فعشان نعرفها كده. دايما كل مصنع بيبقى عنده كده السر الحربي بتاعه. بالظبط. هناك هنا هو السر اللي بيحصل فيه الخلطه بتاعت اللي هي البودره دي اللي في الاخر بنحطها على السن. احمد حسن هو اقدم عامل بس ده مش معناه انه على قديمه وما اتطورش. احمد قدر يشتغل على المكن من اول المكن البلدي لحد مكن السي ان سي وهو ده اللي مخليه متميز. هندسه كلها احمد حسن. طب حضرتك كنت موجود مع الحاج من وقت
حضرت اول ورشه خالص في ميثنما لحد دلوقتي، وحضرت اول مكنه وحضرت كل حاجه من بدايتها. ايه اللي اختلف بقى من زمان لحد ما هبقى؟ واحنا بصينا على العميل متطلباته ايه، محتاج ايه، بدأنا نطور. عشان نطور بدأنا من المكن البلدي نجيب مكن ألماني، مكن إيطالي، نطلع بجودتنا نعلى. بعد كده المكن لما كتب قطع الغيار هنا ندينا إيه المنتج جودة عالية حل. عشان نقدر ننافس بره بره، لأن مش بنعتمدنا على السوق المحلي. فبدأنا نغير من مخالط عادية للسي إن سي، السحب البلدي والسحب الألماني. إيه الفرق بين الاثنين؟ السحب البلدي جودته وإنتاجيته قليلة شوية، حل. الألماني جودة عالية، نقدر ننافس، اعمل بولت، اعمل ستيل فايبر بجوده بامكانيات عاليه، بكميات، بقوه شد، متطلبات المانيا، متطلبات كندا، يعني اي دوله في العالم تعوز اي حاجه لازم نلبي متطلباتها. ما شاء الله. طب انت تفتكر اول مكنه لما جت من المانيا مستورد؟ ايوه طبعا، مكنه سيلك معين. ايوه فاكرها واشتغلت عليها. فاكرها وركبناها واشتغلنا عليها وربنا كرمنا، وبدانا بقى ايه مع مع المستوى كله. بدأت الرحلة كلها. الرحلة كلها. دلوقتي انت بقيت ما شاء الله مدير الصيانة في المصنع. الصيانة في الشركة. يعني في كل المكان اللي انا اتفرجت عليه حضرتك عارفه كويس. كل المكان اعرف ادوره، اعرف اشغله، افهمه، كل حاجة. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. مش العادي قوي ان احنا نشوف بنت في المجال ده، لكن الأغرب ان يكون عندها فيديوهات ناجحة على السوشيال ميديا بتتكلم فيها عن صناعة المسامير والصواميل. لحد امتى المسمار هيتحمل الشد معايا قبل ما يخسر شكله الطبيعي او يحصل له حاجة؟ طيب ريهام، انا كنت مع الحاج مجاهد وعرفت منه ان هم كانوا عندهم حلم، هو الحاج فتحي، ان هم يوقفوا الاستيراد بتاع كل المستلزمات اللي نصار جروب بتعملوها، وفعلا قدروا يعملوا كده. بس اللي بقى احلى من كده كمان ان هم بداوا يصدروا. لو تفتكري اول كونتينر اتصدر واخر واحد اتصدر، شركه ميتال ميكس. اوكي، وبدانا نصدر لهم اول كونتينر. وده كان سنه كام؟ ده لا كان التسعينات. التسعينات يعني. مش طب واخر كونتينر ده من كام يوم؟ ايوه ما شاء الله. اخر كونتينر كانت صدفته ان دلوقتي حصل اضراب على الصين في ألمانيا من المسامير الصلب اللي احنا بدأنا ننتجها، فده وسع لنا شوية. يعني احنا أكبر وكيل لنا في العالم هو في شركة أمريكية، وبرضه بدأت بنفس المكنة اللي احنا استوردناها من بتاعة الشعر. هي المكنة دي على فكرة لازم تخلوها، هي المكنة دي يعني لازم تبروزوها. وانا شفت صورة جوه مع الحاج فتح الحاج مجاهد مع المكنة. وفي حاجة كمان بقى انا بحييكي جدا عليها بصراحة، الموضوع ان انت بتعملي فيديوهات توعية ما كانتش مش كتير بيعرفوها، او ما حدش كان فيه يعني، ده ما كانش موجود بالعربي ولا بالانجليزي اصلا. هي الفكره جات لي كفكره اول بنت. اوكي، اول بنت اصلا في المجال. ايوه يعني مجال المسامير وحاجات. لا صعب عليا فكره اول بنت في البنت المجال. لو انت بتتكلم على الصاموله والمسمار والفرق بينهم وازاي تستخدميهم يعني. بالظبط. لا يعني يحتاج وقت طويل واعداد كتير. ده هو فكره. وانت اللي بتعملي الاعداد كله؟ انا بعمل كل حاجه، بعمل الريسيرش كلها عشان في الاخر بالاول في اخر المنتج بتاعنا. ايوه برافو. منها دراسه على المنتج. من ورشة صغيرة لمجموعة مصانع بيفتخر بيها كل مصري. قدروا مش بس يخلونا نبطل نستورد منتجات كتيرة، لأ دول صنعوها وتفوقوا فيها كمان. والنهاردة مفيش ورشة أو بيت في مصر مفيهوش منتج من مصانعهم. صدروا منتجاتهم لأسواق مش سهل أي حد يقدر ينافس فيها، بس نصار جروب كانوا قدها وصنعوا وصدروا منتجات عليها أحلى جملة: صنع في مصر.